كريغ لويس يبلغ من العمر 55 عاماً ويعيش في تكساس. ورغم أنه ما كان كبير في السن، إلا أنه كان يعاني من الكثير من الأمراض اللي بسببها دخل في غيبوبة. وفي يوم من الأيام بلغ المرض مداه، وقدر الأطباء بأن قلبه بيتوقف خلال 12 ساعة، لكنهم قالوا أنهم بيجرون عملية قد تنقذ حياته. والحقيقة فإن قلب كريغ توقف بعد العملية، إلا أنه عاش، وبدل من صوت ضربات القلب صار صدره يطلع صوت موتور خفيف، وهو صوت القلب الاصطناعي اللي تمت زراعته بدل قلبه الطبيعي. استفاق كريغ من غيبوبته وعاش بشكل طبيعي لخمسة أسابيع، إلا أن كبده وكليتيه كانوا ضعيفين جدا، فلم يستطيعوا أن يكملوا العمل وتوقفوا حتى مات كريغ، إلا أن قلبه ظل يعمل حتى بعد وفاته. لو سألتك إيش كثر ممكن تخلي سيارتك تمشي بدون أعطال ومشاكل ميكانيكية؟ 300,000 كيلومتر؟ 400؟ يلا 500 على شهر رمضان. طيب ليش ما تقدر تخليها تمشي لمليون كيلومتر مثلا؟ بتقولي أنا بتخترب. طيب ليش تخترب السيارة؟ لأنها تحتاج إلى صيانة دورية، صح ولا لا؟ لو قلت لكم أن هناك من نجح في أن يخلي سيارته تمشي لملايين الكيلومترات. إيرفن جوردن أمريكي مالك لسيارة فولفو من 50 سنة تقريبا، ومشى بها لأكثر من 4,800,000 كيلومتر، يعني أكثر من مجموع رحلات مهمات أبولو إلى القمر مجتمعة. لكن السيارة تبدو جديدة وفي حالة ممتازة، والسر كما يقول إيرفن هو الصيانة الدورية والتبديل الفوري لقطع غيار السيارة فور تلفها. جسم الإنسان يحتاج إلى صيانة، ولذلك عندما تموت خلايا الجسم تظهر مكانها خلايا جديدة، ولكن هل يمكن للجسم أن يجدد أعضاء بالكامل في حال تلفها أو فقدانها؟ أكيد لا. فالقلب مثلا لما يتلف يعالج إما بزراعة قلب مستعمل من متبرع ميت أو بزراعة قلب اصطناعي، لكن المشكلة أن هذه الحلول قد يرفضها الجسم، يعني القلب الجديد قلب الجسم ما يقبله، ولهذا هناك اهتمام شديد اليوم في الأوساط العلمية لإنتاج أعضاء حقيقية من خلايا بشرية. هذه الكائنات الصغيرة تسمى هايدرا، تقدر أنها تنمو من جديد حتى لو قطعت إلى أجزاء صغيرة. من أوائل من درسوا هذه الكائنات هو الباحث السويسري أبراهام ترمبلي في القرن 18، ومن بعد ترمبلي بدأ العلماء يتكالبون على دراسة علم تجديد الأعضاء، واكتشفوا أن هناك الكثير من الكائنات الحية تمتلك هذه القدرة على تجديد أعضائها التالفة والمقطوعة كالسلمندر وبعض أنواع الزواحف والأسماك. ولكن ليش البشر ما يقدرون أنهم يجددون أعضائهم مثل غيرهم من الكائنات؟ السبب بسيط جدا، لأننا ما نملك الخلايا المناسبة اللي يمكنها بناء أعضاء كاملة. هذا النوع يسمى الخلايا الجذعية الجنينية أو embryonic stem cells. هالخلايا تتكون منها الأجنة البشرية، وهي المسؤولة عن تكوين مختلف الأعضاء من الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والتنفسي وغيره في مراحل نمو الجنين. ولكن بمجرد أن يولد الجنين شو اللي يصير؟ تموت هذه الخلايا وتحل محلها الخلايا البالغة، لينحصر دورها على استبدال الخلايا الميتة في داخل جسم الإنسان على مر الأيام والأعوام. لكن الخلايا الجذعية البالغة تبقى مفيدة في أجسامنا، وخصوصا عند زراعة الأعضاء. العلماء اكتشفوا بأن حقن هذه الخلايا في عضو مصاب مثلا كالركبة يساعد هذا العضو أن يرمم نفسه بطريقة أفضل، ومن هنا بدأ البحث في استخدام هذه الخلايا لبناء عضو بشري بالكامل في داخل المختبر. قام مركز ويك فورست للطب التجديدي في نورث كارولاينا في أمريكا بتصنيع آلة طابعة حيوية أو بايو برينتر تقوم بزراعة خلايا في داخل الجروح لكي تلتئم بسرعة، بحيث يقوم السكانر بمسح الجرح ثم يرسل المعلومات إلى الكمبيوتر اللي يقوم بتحليل الجرح بدقة عالية، ومن ثم يقوم بإرسال معلومات إلى الطابعة. هذه الطابعة ما فيها حبر، بل محاليل وخلايا تناسب نوع الجرح في العضو المتضرر.
وتقوم بعد استلامها للمعلومات من الكمبيوتر بإدخال المحاليل والخلايا بالكميات المناسبة في الجرح بدقة عالية. أكيد سمعتوا عن 3D Printing. الآن لما يقومون بطباعة أعضاء جسم الإنسان بهذه التقنية ما يستخدمون البلاستيك ولا الخشب طبعاً، لا يعني كمواد أولية، لكن يستخدمون إيش؟ الخلايا الحية ومواد حيوية أخرى تعمل كدعامات أو سكافولدينج لتدعيم هذه الخلايا. تعرفون شو يعني الكلام هذا؟ يعني أن الإنسان صار قادراً الآن على طباعة خلايا حية. تصوروا خلايا حية اللي من الممكن استخدامها في الكثير من المجالات اللي تفيد المرضى والإنسان بشكل عام. هذه الأعضاء لأنها مطبوعة من مواد حيوية يصير لها نفس ملمس وصفات الخلايا الحية، بل وتكون حية بالفعل. وقد تمكن معهد اسمه ويك فورست من طباعة شحمة أذن وطباعة أجزاء من أنف الإنسان وأنسجة جلدية وكلية صغيرة وأشياء أخرى بنفس خصائص ووظائف الأذن والأنسجة والكلى الموجودة في جسم الإنسان. لكن مشكلة الأعضاء المطبوعة أنها رقيقة وضعيفة البنية، والكثير من التجارب فشلت لأن الأنسجة تنهار بسرعة. ولهذا السبب طور فريق من المهندسين في جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية طريقة مبتكرة للطباعة اسمها اختصاراً فريش، تعتمد على استخدام مادة هلامية مكونة من نوع من البروتينات يدعى كولاجين، وتعمل تلك المادة كداعم للخلايا فيصبح العضو متماسك بفضلها لأنها تصنع له ما يشبه القالب. ولما يتم رفع حرارة العضو المطبوع إلى 37 درجة مئوية تذوب هذه المادة تاركة خلفها الخلايا الحية. وفعلا نجح فريق من العلماء بالفعل في طباعة نموذج مصغر من الدماغ البشري وأيضا قلب دجاجة وشبكة من الشرايين الدموية سمك جدرانها أقل من 1 ملليمتر. التنافس في مجال طباعة الأعضاء البشرية محتدم، وتعتبر شركة أورغانوفو متقدمة في هذا المجال على الكثيرين، لأنها تقوم بطباعة أنسجة بشرية من دون أي مواد وسيطة تساعد على تماسك الأعضاء المطبوعة. واليوم تستخدم الأطراف المطبوعة من قبل هذه الشركة للتجارب الطبية بدلاً من الحيوانات، وبذلك تكون قد فجرت ثورة في مجال اختبار الأدوية. فالتجارب اللي كانت تتم على الحيوانات ليست فعالة مثل التجارب اللي تجرى على أنسجة بشرية حية. وفي المستقبل تطمح المؤسسة لشيء أكبر بكثير، وهو طباعة أعضاء بشرية كاملة مكونة من خلايا المرضى أنفسهم. التحدي الآن هو كيف سيحصل العلماء على مليارات الخلايا لصناعة عضو واحد كالقلب أو الرئة أو الكلى. هذا اللي يؤرق العلماء اليوم ويحاولون أنهم يحلونه. ولكن تقول دوريس تايلر من معهد القلب في تكساس بأن أول عضو مطبوع بالكامل سيرى النور خلال 5 سنوات فقط. في أمريكا يموت يومياً أكثر من 20 شخص وهم ينتظرون على قوائم المتبرعين بالأعضاء. ولكن لماذا ينتظر هؤلاء الناس متبرعين بشر إذا كان ممكناً أن نجد تبرعات من حيوانات؟ حد يقول يا أخي معقول الكلام هذا؟ المشكلة اللي تواجه عملية الزراعة هي رفض جسم المريض للعضو الجديد. وفي حالة زراعة الأعضاء الحيوانية فإن هذا الرفض بيكون أكبر بكثير. ولكن رغم ذلك نجح الأطباء بزراعة أجزاء حيوانية صغيرة في البشر مأخوذة من الخنازير مثل الجلد وصمامات القلب. الأعضاء البشرية مكونة من شيء اسمها أنسجة تيشوز. هذه الأنسجة إلها مزاج. كيف يعني؟ يعني ترفض أنها تندمج مع أعضاء من جسم آخر. طيب لذلك تشوفون الناس ينتظرون لسنوات طويلة على قوائم التبرعات حتى يحصلوا على أعضاء بشرية أنسجتها تناسب أنسجتهم. السؤال الآن، هل يمكن أن نستخدم أعضاء حيوانية في داخل جسم الإنسان؟ حد يقول له أكيد مستحيل، لأن النسيج الحيواني يختلف عن الإنساني. بس العلماء عندهم رأي آخر، خلينا نشوف. هناك فريق في جامعة هارفارد يعمل اليوم على تعديل جينات أجنة الخنزير لتصبح أنسجتها بعد الولادة والنمو شبيهة بأنسجة الإنسان،
وذلك عن طريق التعديل الجيني لخلايا الأجنة بتقنية كريسبر. هذه التقنية تعتمد على خلايا بكتيرية يمكنها قص أجزاء من جينات خلايا الخنزير تسمى بيرفز وبدقة عالية. هذه الأجزاء من الجينات هي المسؤولة عن رفض الجسم البشري لأعضاء هذا الحيوان، ومن ثم يقوم العلماء بوضع الجينات المرغوبة مكان البيرفز ليولد بعدها حيوان صالح للتبرع بأعضائه للإنسان. صحيح أن العلماء حققوا إنجازات كبيرة في مجال صناعة الأعضاء البشرية، ولكن الأعضاء الاصطناعية المكونة من المعدن والبلاستيك مثل الأيدي والسقال الصناعية والشرائح اللي يتم تركيبها مكان العظام ما زالت هي الحل الأقل تكلفة والأكثر انتشاراً مقارنة بالأعضاء الحية اللي ذكرناها. وفي الموسم الماضي من لحظة تناولنا حلقة كاملة عن الأطراف البشرية الاصطناعية. في جامعة يوسي بيركلي صمموا شيء يسموه Heart on a Chip أو قلب على رقاقة باستخدام خلايا جذعية لشخص بالغ. اللي عملوه هو أنهم صنعوا شبكة خلايا من عضلة قلب على قطعة سيليكون حجمها إنش واحد لمحاكاة نسيج قلب الإنسان. وعلشان يتأكدون من قابلية هذا الجهاز للعمل قاموا بتجربة مجموعة من أدوية القلب عليه علشان يشوفون هل بيستمر في العمل أم لا. ولما عطوه أدرينالين تسارعت نبضات القلب، وكذلك صار لما عطوه كافيين، مما يبشر بقرب صناعة أعضاء بشرية كاملة في داخل المختبر. ابتكر باحثون من جامعة بيتسبرغ طريقة لعلاج مرض الصرع عن طريق زراعة جهاز صغير في داخل الدماغ. هذا الجهاز يطلق شحنات كهربائية ومواد كيميائية تهدئ من نوبات الصرع. وفي جامعة كاليفورنيا صنع العلماء جهاز يقلل من أعراض مرض باركنسون وفقدان الذاكرة عن طريق إشارات كهربائية تحفز جزء المسؤول عن الذاكرة والتفكير المنطقي في داخل الدماغ. بعض اللي يعانون من فقدان البصر وتحديداً اللي صارت عيونهم غير قادرة على تحويل الضوء لصورة عن طريق إرسالها كشحنات كهربائية للدماغ، أصبح الآن من الممكن زراعة شريحة خلف عيونهم لتصحيح تلك المشكلة. لكن لازم يلبس المريض نظارة تحتوي على كاميرا تنقل الصورة على هيئة إشارات لتلك الشريحة لكي يرى الإنسان جيداً. ومؤخراً تمت الموافقة على هذا العلاج من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA اللي قد يكون أول علاج لفقدان البصر في تاريخ البشرية. وفي العام الماضي نجح العلماء في تمكين قرد من المشي بعدما أصيب بالشلل باستخدام رقاقة زرعت في دماغه. الشلل عادة يحدث لما ينقطع الاتصال بين السيقان والدماغ لعدم وصول الإشارات عبر العمود الفقري. اللي سووه العلماء هو أنهم زرعوا رقاقة في منطقة الموتور كورتكس المسؤولة عن الحركة في داخل الدماغ، ورقاقة ثانية في الفقرات القطنية في أسفل العمود الفقري. ولما يقرر القرد الحركة ترسل الرقاقة اللي في دماغه إشارة للرقاقة الثانية متجاوزة الحبل الشوكي، لتقوم الرقاقة الثانية بتحفيز الجزء السفلي من الجسم لتحريك الساق. الخيال العلمي قبل 50 سنة صار واقعاً اليوم، واللي نقوله في هذا البرنامج وغيره سيكون واقعاً في العقود القليلة القادمة. ورغم اليأس اللي صيبنا في مواجهة أمراض العصر، إلا أن بارقة الأمل تبقى موجودة بفضل جنود مجهولين كرسوا حياتهم من أجل إسعاد الآخرين وتخفيف معاناتهم. هؤلاء هم العلماء والأطباء، فتحية كبيرة لهم. لحظة الكشف البعيد.